السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المشاهدين. تفاوت الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين فيما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث نبوية، ومرد ذلك إلى عدة أسباب، من أهمها التفاوت الطبيعي بين الصحابة في الحفظ والنسيان، وتفاوت المقدار الزمني لملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تقدم وفاة الصحابي قبل انتشار الحديث واعتناء الناس بسماعه وتحصيله وحفظه. ومن هنا برز في علم مصطلح الحديث المكثرون لرواية الحديث، وهو يدل مشاهدين على الصحابة الذين تفرغوا لحفظ ونقل ورواية الحديث النبوي الشريف. ولقد اصطلح العلماء على أن من روى أكثر من 1000 حديث يعد مكثراً، وقد اشتهر في هذا 7 رواة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخترنا لكم مشاهدين الأحبة أن يكون حديثنا في هذه الحلقة عن أولئك الصحابة الكرام المكثرون لرواية الحديث النبوي الشريف. أولهم الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن وكناه أبا هريرة. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم الأثر الأكبر في تنشئته وتربيته، فقد اشتهر أبو هريرة بملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، فمنذ أن قدم إلى النبي لم يفارقه مطلقاً إلى آخر حياته 4 سنوات على التقريب. وخلال هذه السنوات القليلة حصل من العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يحصله أحد من الصحابة، فقد كان رضي الله عنه شديد الحفظ، حيث دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديثاً، كما روى عنه أكثر من 800 صحابي وتابعي، وتوفي رضي الله عنه بالمدينة المنورة سنة 58 هجرية عن عمر 78 عاماً. أما الصحابي الثاني مشاهدينا فهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كنيته أبو عبد الرحمن، وهو ابن الصحابي الجليل والخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخته أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها. ولد في العام 3 من البعثة النبوية وأسلم وهو صغير، وكان شديد الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على اتباع السنة النبوية. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 2630 حديثاً. توفي في مكة عام 73 للهجرة عن عمر 84 عاماً. أما ثالث 7 المكثرين لرواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مشاهدين الكرام فهو الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه، كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جاءت به أمه للنبي وهو ابن 10 سنين ليقوم على خدمته صلى الله عليه وسلم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فعنه رضي الله عنه قال: دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته، فأكثر الله عز وجل مالي حتى أن كرما لي يحمل مرتين، وولد لصلبي 106 أولاد. هذا وقد روى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 2286 حديثاً، وأخرج له الشيخان 318 حديثاً. انفرد الإمام البخاري برواية 80 حديثاً، والإمام مسلم 70 حديثاً. وتوفي رحمه الله في البصرة عام 93 هجرية بعد أن تجاوز 100 عام. كذلك أعزائي المشاهدين، فإن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت من 7 المكثرين لرواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولدت في العام 4 من البعثة وأسلمت وهي صغيرة، وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ودخل بها في المدينة، ولم يتزوج بكرا سواها. كانت أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، وقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 2210 حديث. وكان كبار الصحابة إذا أشكل عليهم أمر من الدين سألوها فيجدون علمه عندها. توفيت رضي الله عنها سنة 54 هجرية ودفنت بالبقية. أما خامس 7 المكثرين لرواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة ب3 سنوات، وأسلم وهو صغير، وشهد مع الرسول فتح مكة والطائف وحنين وحجة الوداع،
ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لقب بحبر الأمة وترجمان القرآن، وبلغ مجموع رواياته عن النبي صلى الله عليه وسلم 1660 حديثاً. أخرج له الإمام البخاري والإمام مسلم 234 حديثاً، وتوفي بالطائف سنة 68 هجرية. أيضاً مشاهدين الكرام، من أولئك الصحابة المكثرين رواية الحديث الصحابي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو صحابي جليل من الأنصار، شهد مع أبيه بيعة العقبة الثانية، كما شهد جميع الغزوات عدا بدر وأحد. عرف عنه حرصه على سماع الأحاديث النبوية، فقد رحل مرة إلى الشام ليسمع حديثاً لم يكن عنده، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 1540 حديثاً. وكان له حلقة في المسجد النبوي الشريف يؤخذ عنه العلم. توفي بالمدينة سنة 78 هجرية عن عمر 94 عاماً، وكان رضي الله عنه آخر الصحابة موتاً بالمدينة كما تذكر بعض المصادر. أما سابع أولئك الصحابة الكرام الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 حديث، فقد كان الصحابي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو صحابي جليل من الأنصار من الخزرج، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 1170 حديثاً، اتفق البخاري ومسلم على 43 حديثاً، وانفرد البخاري ب16 حديثاً، ومسلم ب52 حديثاً. وتوفي سنة 74 هجرية وعمره 86 عاماً، ودفن بالبقيع. وخير ما نختم به حديثنا أحبة المشاهدين عن الصحابة المكثرين لرواية الحديث بيتين من الشعر جمع فيهما الشاعر أولئك الصحابة الكرام الأكثر رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا، حيث يقول فيها: سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا، من الحديث عن المختار خير مضر: أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس، كذا ابن عمر.